خيرا إن شاء الله. الأخ يريد نصيحة لمسلم يعاني من الاكتئاب. أقول بارك الله فيك، يعني أخي الكريم، أولا نصيحتي لهذا الأخ أن يعرف أن هذا الاكتئاب يشمل أكثر الناس، والمسلم إذا لم يكتئب في هذا الوقت الذي نعيش فيه فمتى يكتئب؟ يعني الحالة التي نعيشها من ضعف ومن ذلة ومن ضياع لعزة المسلمين تتسبب في حصول الاكتئاب لنا جميعا. فإذا كان اكتئابه بسبب هذه الأحوال التي نعيشها فكلنا نعيش هذا الاكتئاب، أما إذا كان يعاني من حالة مرضية والاكتئاب يصل به إلى حالات يعني لا يؤدي معها ما يجب عليه أن يؤديه في حياته اليومية، فإنه لا شك أولا يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، ثانيا يجتهد اجتهادا كبيرا في الذكر والدعاء وفي قراءة القرآن وفي محاولة أن يجالس إخوانه من الصالحين، فإن في مجالسة الصالحين أنسا ومنفعة عظيمة، ويحصل عنده شيء من الاستقرار بإذن الله النفسي، وكذلك لا يوجد ما يمنع من أن يعرض نفسه على طبيب يثق فيه يكون على خير في دينه حتى لا يضيعه بالأدوية المضرة التي يصرفها بعض الأطباء الذين لا يعرفون في الأمور الشرعية، فيجعلون كل شيء مما يعاني منه المسلم يصرفون له أدوية تؤثر في عقله فيخشى من ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم.